السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. ما يشمل الاولي راكم عارفين شادين البروغرام وشادين الطريق المستقيم ديال الرياضه، ولكن كاين شي وحدين كيخرجوك عن الطريق، الخروج عن السيطره والخروج عن الطريق. ضروري شتي في هاد البلاد هادي راه ما يخليوكش تمشي في داكشي ديالك، ضروري البلبله. حنا مبلبلينا، نتوما عجبكم البلبله، انا عارف حتى نتوما عجبكم البلبله وحنا عجبنا البلبله وكلشي مبلبلها والادسنس مبلبله وشي مبلبله ماشي، وهادشي كامل الغرض ديالو هو الادسنس، والغرض ديالو هو البوز، الغرض ديالو هو الفلوس، كلشي هادشي علاش كيقلب. المهم ما كاينش المشكل، حنا نديروك خاطرك. الشاب ميلود حشومه صاحبي، هضرتي في شي 20 فيديو ما جاوبتكش، عرفتي علاش؟ احتراما لك كنشوف قد الوالد، واخا ما تعجبك قد الوالد تقول انا قد باك وقد خويا الكبير، حيت انا عارفك انت محسوس، انت محسوسي بوحديتك دغيا انت اللي قيسك المواقيله ودغيا كتقاسي بوحديتك، اي هضره كتجيك بجنبك. اولا السي ميلود انت اللي كتهضر، راه النهار الاول انا ما هضرتش عليك وما عمري جبدتك وما تما ما عنديش معاك مشكل اصلا، انت اللي ما عرفتش شنو هو المشكل اللي عندك معايا، وهو البيبليك كيتفرج، انت اللي دخلتي كتهضر ما فهمتش انايا، جيتي من الاولي كدا خرجتي هضرتي في فيديو، خرجت بنتك هضرات في فيديو، اش دخل بنتك اش دخلك انت، جاوبتك في فيديو ما سبيتك ما حتى شي حاجه، خرجتي بديتي كتسب وكتعاير وكدير وخارجه تتهضر انت تقول انت من الاولي ماشي راجل، انت راجل اصاحبي كتهضر في فيديو مرتك كتنقز وبنتك كتنقز، وهضر انت على الراجل، الراجل هضر مع راجل، تايب وحديتك هضرتي عليا وخدام خارج في فيديو دابا كنت تسمع اخوتي اش كيقول، ما فهمتش انا راه ما بغيتش نتسب معك، ما بغيتش نجاوبك احتراما لك، احترمتك عرفتي علاش؟ حيت الناس ديال الرياضه كنحترموا الناس اللي كبر منا، ولكن انت ما تخلينيش نحترمك. انا هذا الفيديو درته باش نقول لك خطره اخرى غادي تولي تجبدني راه ما غنحترمكش، حيت انت كتقول لي انت جيتي قنيطره غير حدايا هنا، واه والله بربي تنجي عندك واش حسابك انا سميتي سعاد؟ ياك ما انت واقيلا مقيوس حسابك كلشي مقيوس، حنا راه حنا رجال، لا جيتي عندي راه تولي هضره واحده اخرى، الهاجم كيموت شرع، لا جيتي عندي حتى كتخلي عندك اللعيبات اللي كدير مع واحد اخرين تجيب لهم عصابه وتبقى تجمع. انا تنقول لك حيت انا ما تعديتش عليك ما جبدتك ما قللت عليك الحياه ما قللت عليك الاحترام، ولكن نتايا باسل انت كونسيبت ديالك هو الغنى، وخليك اخويا في الغنى ديالك غني مع راساتك، عطينا نسمعو عطينا نتمزكو، انت ما عطيتينا لا نتمزكو لا حتى شي حاجه، انا انت جبدتيني يا صاحبي، واش انا وصلتك؟ واش انا سميتك هضرت عليك؟ انت كتنوض كتهضر السبور سوقك في شي سبور يا صاحبي، نضرب مع دريين نضرب مع دريين ضحكه ونوض نوقف نلعب مع ريك ونلعب مع ايك ونلعب مع ماك، انت صاحبي اش ضرك؟ انت ما عرفتش شنو كاين في الواقع في البلاد، كتقول ملولي صب بدرهاري، فين سبيت شي بدرهاري؟ ما عرفتش شنو كاين في السوق سكت، ما بقيتيش كتحدى ريك ومازال كنتحدى ريك ونتحداك ونتحدى العالم، وعادي يا صاحبي راه الحياه هي هذه، الحياه تحديات، انت مقروصي بوحديتك كتنقز. انا عارف شوف انا عارف وانت عارف حتى البيبليك راه عارف، حتى المغاربه راه ما بقاوش مكلخين، انت كتقلب على ادسنس وانا كنقلب على ادسنس، والبيبليك راه عايق بينا كاملين، باش نجيك من الاخر باش بلا ما تبقى تمثل على عباد الله البراءه والشفاف والعفاف. انت في قنيطره جيتي عند الرجال، يا وقيل انت عاد سكنتي في قنيطره البارح في خبارك، سكنت في قنيطره في 2014 عامين وانا في قنيطره، الناس في قنيطره تقريبا قنيطره كامله كتعرفني، والدري في قنيطره بخير انا وياهم، الناس في قنيطره كنعرف دري صحابي عندي الغضب ديال صحابي في قنيطره، وكم كانوا انت كتقول لي داروا فيك الخور سكنوك، اول حنا برزقنا، ولكن الدراري حنا كنعرفوا الرجال، حيت الرجال كيعرفونا رجال وكبروا بينا وجلسونا معاهم، ماشي حنا متلصقين ما لقيناش فين نجلسوا، انت ما كتعرفش شنو هي الرجوله، حيت الرجال بيناتهم الاحترام، وانت هادشي ما كتعرفوش، بامكاني نمشي نكري دار ونجلس فيها بوحديتي، ولكن لا، الرجال اللي كيعرفونا اش كنسوا وكبروا بينا وجلسونا معاهم وجلسونا في وسط عائلتهم، علاش؟ حيت عارفيننا رجال. باش ما تبقاش تغلط، حيت انت صاحبي كتغلط بزاف في الهضره وكتقول شي هضره اللي هي ما كايناش. انا شوف انا كنقي عليك، شوف كي كنهضر شوف سبيتك، علاش انا ما سبيتكش؟ حيت انا مربي، حنا ربونا والدينا كنحتارمو اللي كبر منا، ولكن خطره اخرى لا وليتي خسرتي لي الهضره ولا وليتي هضرتي ولا قلتي شي هضره اللي ماشي هي هذيك، اقسم بالله ما غادي نحتارمك، غتغلط غنغلط، حيت انا احترمتك بزاف وانت ما كتحتارمش، ودرتي الفيديو الاول والثاني والثالث والرابع والعاشر وكذا، وجايب ديك جوج بوبويات هما دير معاهم باش كيخلعوني، واش تاك انا مسالي البنادم؟ ها؟ واش تاك انا مسالي البنادم؟ غندير 17000 كومبا مع حتى كان في مليون اللي جا ندير كومبا اليوم، نهز الساكي بقى مسيري في المغرب، واجي اخويا بغيتي كومبا واخا حيد الساك لبس اللي كات باغ باغ سير غدا هنايا، هبط لتطوان طلع المارتيل هبط لطنجة سير لاكادير هبط لقنيطرة سير الرباط سير الفاس كومبات، حنا ما عندنا ما يدار، غنبقاو تابعين اللي بغى شي كومبا مرحبا، راه لا يعقل هادشي يا صاحبي، انت كتغلط بزاف اصاحبي، شتي هضره كتقول نسمع المغاربه اش كتقول اصاحبي، واش انا جبدتك؟ فين سميتك؟
فين سميتك ولا وصلتك؟ انا دايره في السبور ديالي. واش كتقول اه وانتايا كدير المغاربه وهذا السبور والتراكسيون وكذا وكتبغي تبين؟ وهذا هو الكونسيبت ديالي. شنو بغيتيني ندير لك؟ شنو بغيتيني ندير لك مثلا؟ الكونسيبت ديالي هو الرياضه. داكشي اللي عندي في الرياضه راه كنعطيه لعباد الله. حتى الرياضه تبعتوني عليها صاحبي. حنا الكونسيبت ديالنا هو الرياضه. اللي عندنا داكشي في الرياضه كنعطيه لعباد الله. شنو بغيتيني انا مثلا ندير لك؟ ها عندي ما ندير لك. اسمع اخوتي هاد الهضره اللي كيقول دابا يلاه حنا نسمعوا عباد الله وشوفوا انا فاش ظلمتك. وشوف انا بغيت نعرف دابا شنو هو المشكل اللي بيني وبينك. تقول لي قنيطره انت في قنيطره. انا في قنيطره. قنيطره كنت فيها قبل منك. قنيطره كنعرفها قبل منك. انت كتقول لي انا قديم في اليوتيوب وانا يا كذا هذه الميلودي. انا راه قديم في اليوتيوب. عباد الله راه كتعرفنا من 2010 2009. شفتي صحابك واش دخلنا البارح السوشيال ميديا على شي في اليوتيوب؟ شوف شي لاشين اللي كتفرج فيها دخل لي زانفو ديالها وسير فوقاش. شوف فوقاش تكريات لاشين. شوف ضد ديالك خياسيون غتعطيك 2007 باش دير بالك. الا ضربت مليون راه شوف 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 من فوقاش 14 عام من 2007 ل 2021 14 عام اشري. راه ماشي جينا بالليله ونهار ضربنا المليون. انت كتقول ضربتي المليون حسابك وصلتي كذا. الله يسهل على كل واحد. الله يسهل عليك انت في 10 ديال المليون. علاش كتهضر هكا صاحبي؟ وانا احترمتك وانت ما بغيتيش تحترم. سمع اش كتقول صاحبي. هذه الهضره كتقال. نسمع عباد الله اش كتقال. اسمع راضي ملك مخلوع مالك مدهشر. بارك انت اللي مدهشر بنتي ليا. مدبر اصاحبي الله راسك مخدم والقملولي اسي القملولي غترجل اصاحبي وغتهضر معايا. ترجلي انت بعد الاول بعد اسي فهمتيني. انا شوف انا نيفت يعني كان بقيتي فيا اقسم بالله بقيتي فيا مع اللي جا كيدقدق جاميز. وانت اللي بقيتي فيا صاحبي اللي شفناك ما بغيتش نهضرك في الاعراض ديالك. راه المغاربه كيشوفوا كلشي على عينيهم. وانت ماشي بقيتي فيا قطعتي لي قلبي يا صاحبي. سير بعد لك داك الدري جوج دراهم من بعد دبك. ما هازي بقيتي فيا وقلت لي قالك بلاتي كتنوض باقي كتنوض كتقول لهم هذا خينا ما كاين الحوت. انا نقول لك هذا اللي دابا عار لاخوتي فوقاش نط. انا قلت لهم هذا السيد مات له الحوت ولا هضرت عليه ولا وصلتو باغي يعيد كتقلب على ادسنس اخي الميلودي. وانا كذلك عاوتاني ضروري غادي نجاوب على راسي ندخلو كاملين ادسنس حيت راه كنت غادي ندير فيديو ديال السبور. ولكن عاوتاني البلبالة عباد الله خاصهم هاد الروينة وهاد البلبالة. حنا غاديين معاك سير. راه هذا هو اول واحد بان في اليوتيوب. اول واحد دار محتوى في اليوتيوب هو اللي كتشوف. اول واحد في المغرب كامل. الله يسهل عليك. شي واحد في 2009 دار شي راه 2009 راه مبلبلها. 2009 ودخل لاضات ديال كرياسيون ديال لاشين ديال يوتيوب ديالي غتلقى 2007 قديم عليك اخي عادي. سير على العالم كامل فهمتيني. في 2009 عندي مشكل مع عماد التيفي فهمتيني. شي في 2009 عندك مشكل مع عماد التيفي. انت ديما فيك المشاكل وهي هذه. دابا انت كتجبد عباد الله. ها انت مضارب مع سعيد الشارف مضارب مع الملولي مضارب مع عماد التيفي. انا ما كنعرفش مع من ضارب اصلا ما تنتبعش حيت انا يشوف شي ديسك خرج نقدر نسمعوه كذا هادي. ولكن باش نتبعك شنو كدير مع من مضارب هادشي ما كيهمنيش. باش نقولها لك راه عادل باش كيهضر في الوقيته ديال عادي. راه كاين عادل كاين سميتو عادل الميلودي. هاد خينا اللي كتقول لي انت الشاب عمار وكتقول لي ما كاين الحوت. اللي ما كاين الحوت كتدخل دابا للطوندوس كتلقى عادل الميلودي فهمتيني. هاد عادل الميلودي داير بزاف. دخلت اخويا للطوندوس كاع ما كاينش هاد السميه اللي كتقول في الطوندوس. والله اخي ميلود ما كاينه في الطوندونس بالله. الدراري كذبوني والله ما كاينه في الطوندونس. سير ماشي مشكل. ولكن بالرجوله عادي الميلودي هو الشاب. عادي الميلودي حقيقي. عادي الميلودي كيفاش هاد اللعيبه ديال ميلود ولد الشعب ميلود حقيقي؟ حنا قلنا لك مزور ايميتاسي عرفناك حقيقي. سير اخي ماشي هو انت. انا نعطيك دابا الخبر ديال كيفاش جاك المشكله اللي عندك دابا. المشكله اللي عندي شنو هي؟ عندك البروده ولا الحريق؟ عندك البروده كتخدم شويه وكتقلب اشهارات مبلبلها في وسط اشهار. دابا ماشي مشكل انيوري. سير اول حاجه دابسي كيما قلت مع الرجال بهدلو وليتي مع المغربات ومتودف مع العيالات. باش ملي نقول لك انا عندك مدابزه ديال العيالات ما تكذبنيش. اسي ميلود باش نتفاهموا على واحد اللعيبه انا وياك. حنا راه ماشي غندبزو مع امراه ولا شي حاجه. حنا كنكبروا بها. حنا هاد الدريه هادي غنكبروا بها. علاش؟ حيت جي عيد المراه والدريه طلبات التحدي والدريه بغات تعرف بغات توصل للبيبليك المغربي. حنا غنعاونوها ماشي غادي نضاربوا معاها. بالعكس كومبا نقيه كومبا نقيه ما غادي نضربها ما والو. غادي نهز لاكارت ديالي غادي نلعب انا وياها كومبا نقيه كبيره بالمراه المغربيه حيت جي عيد المراه في 8 مارس. باش تفهمها وديرها في راسك. راه ماشي غادي نضاربوا معاها. انت ما كتعرف والو صافي. انت ما كتعرف لا تكبير بالمراه ما كتعرفش هادشي. هادشي بعيد عليك. انت خليك في داكشي ديالك راك عارف. سير ديك المدابزه ديال العيد ديال الحمام. يلاه سير دابا وليتي بغيت داز مع العيد معاك. غنزيدو شويه باش ما نتقلوش عليها. شي حاجه الحمد لله. حنا عندنا 40 مليون ناس
40 مليون المغرب كامل في 40 مليون، 40 مليون كتغينا بالرجوله ماشي تديوتيت تا صاحبي. انت انسان فاشل في الحياه ديالك مازال انسان وفي الاخر الحمد لله، لان ملي كنقول لك انا شي كلمه راه هي اللي كاينه. النهار اللي درت على الفيديو قلت لك راه غادي يجي واحد غادي يخليك ضاربه وجاد دري جوج جرام بهدلك فهمتيني. ولكن ما عندناش حال العيالات اللي دايرين بحالك انت اللي نافقين شلاقهم ومحسن رجليهم ولاو لابسين سترينغ واش انا غنبقى نهضر معاهم راه حشومه عليا. دابا سمعوا الخوت اش كيقول هذا، المهم يسمع. دابا حنا اللي نطولوا ونقصروا، دابا انا احترمتك واحترمتك بزاف، احترمتك واحترمتك بزاف، ما بغيتش نجاوبك شحال من مره، وانت دابا هضرتي خايب وما بغيتش نجاوبك. ولكن اللي غادي نقول لك، غتولي تهضر عليا خايب مره اخرى قدام الناس. انا ما بيني وبينك حتى، انا بالنسبه ليا ما عنديش انت معاك مشكل، انت اللي عندك معايا مشكل وانت اللي هضرتي عليا الاول. اما انا بالنسبه ليا ما عنديش معاك غرام ديال المشكل، ولكن قدام الناس غادي نقولها لك، غتولي تهضر عليا خايب ما غاديش نحترمك. ها باش نقولها لك، هاي تنقولك ندخل ماشي فيك طولا، ندخل فيك طولا وعرضا، احتراما كنحترمك، احترمتك بزاف، ولكن انت طلقتي الصاد ديالك بزاف. لهذا اما غتحترم راسك غنحترمك، ما غتحترمش راسك ما غاديش نبقى كنحترمك. انا ما هضرتكش في الاعراض ديالك، انا ما سبيتك ما وصلتك ما والو، عرفتي علاش؟ حيت انا مخلق واحترمتك، حيت انت كبر مني. لهذا احترم راسك السي ميلود باش نحترمك، الا ما احترمتنيش راه ما غاديش نحترمك. وانا بالنسبه انا كنقول قدام هاد الناس هادو، انا راه ما عنديش معاك مشكل، راك انت اللي عندك معايا مشكل، وانت اللي هضرتي عليا الاول. اما انا ما عمري جبدتك، ولا عندك شي فيديو فيه بانني انا جبدتك ولا سميتك، حطوا لينا بلا ما تبقى تقلب تشبط هنا وهنا. عطينا الكونسيبت ديالك اللي هو الغنى، بغينا نسمع شي اغنيه اللي هي زويونه سينون، بلا ما نبقاو في هادشي انا وياك ديال شد ليا نقطع عليك كذا. حنا ماشي دريات، شي حاجه نفاري ورجال، بلا ما نبقاو نكثروا هضره بزاف. المهم الخوت ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، كان معكم هشام ملولي، تهلاو ليا فراسكم، تشوفوا فيديو جديد. السلام عليكم.